ما نقدر ناخذ الغسل، عندنا النوع الثاني اللي هو الوضوء. جميل، مرحبا. هل نسي يتوضب طشت؟ ايوه، الوضوء لطريقتين. أيه؟ الوضوء العادي. أيه؟ وضوء للصلاة في ماعون، وناخذ الماعون هذا اللي توضأ فيه ونصبه نفس الطريقة. أيوة. الطريقة الثانية اللي ما عليها جماهير العلماء اللي هي حديث ربيعة، والمستند عندنا عامر بن ربيعة، ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتوني بقدح ماء، وقال توضأ. زيادة على الوضوء قال فغسل ركبتي بالماء نفسه، يعني نحط الماء الحين الآن يا جماعة. إيه، هذه مو من أعضاء الوضوء. إيه. إحنا زد بنزيد زيادتين الحين. إيه؟ على الوضوء. إيه. نجيب إحنا الماعون. إيه. ونفيه ماء، ها؟ ونقول أغرف منه، اغسل يدك. ويطيح فيه. ويتمضمض طبعًا بالماء. إحنا نبي الآثار الحين. إيه؟ فيتمضمض ويستنشق بالماء هذا، ما يكتب برا، كله داخل بالإناء، ها؟ إيه؟ إيه؟ وبعد ما غسل رجله خلص، نأخذ من الماء، هو يأخذ ماء الغرفة، يغرف من الماء اللي من المستعمل ويغسل ركبتي. تبي تحطون الكاميرا؟ انا ما عندي مانع اذا تبي تشوف. إيه؟ ها إيه؟ شوف مثلا احنا هذه ركبتي، ياخذ الماء ويغسل الركبه هكذا. ايوه، اللي يبدا باليمين. إيه؟ ثم يغرف باليسار، الركبه الثانيه باليسار، بس الركبتين. والزياده الثانيه على الوضوء واطارف. إيه؟ ازاره. اختلف نفسه العلماء شلون طارف ازاره، شرحها لنا شيخنا ابو يوسف رحمه الله عليه بن صمد، قال ياخذ هذا ازاره من الداخل، ياخذ. إيه؟ من الماء المستعمل. إيه؟ ويرشه دار بدار، رش رش مغسيل، واذا مره فستانها لابسته، واضح. وناخذ هنا خلصنا زدنا زيادتين، ها، اللي هو الركبه مع الازار، ثم ناخذ الماء. واستحسن العلماء هذا اللي هو طبعا هذا روايه الزهري كلها ما عليهم اللي هو النووي وجماهير العلماء على ان هذه افضل طريقه. زين ابو عبد الله، لو يعني بعض الناس يقول لك ماشي انا اخذ من وضوءه بس ما بياخذ من مضمضته واستنشاقه واستنثاره في الماء، يعني يقول خلي يستنثر والمضمض برا، لكن اخذ باقي اللي اصاب جسده، ممكن؟ انت ما راح تشربه وين كان بعض لو كره البعض ذلك، في مشكله؟ ما في مشكله، بس الافضل الافضل انك كله طبعا الافضل. إيه؟ كما جاء. إيه؟ بالحديث. نعم. وكذلك لقول عائشه رضي الله عنها كانت تقول كان يؤمر العائن بالوضوء. يؤمر؟ نعم، كان يؤمر العائن بالوضوء، يعني مختياري، ويستغسل به المعين، كانت تقول يعني عائشة. يأتي ولي الأمر مثلا يجبره إجبارا.